توجه سمو الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم ال ثاني للدوحه برساله عبر تغريده في تويتر حمل طلبا من المسؤولين في قطر لرفع الحجب عن الرقم المخصص لغرفه عمليات خدمه الشعب القطري في السعوديه وختم تغريدته بقوله لعله خطا غير مقصود ان شاء الله. وفي تغريدة ثانية وجه الشيخ عبدالله بن علي تحية لكل من شارك بدخول الحجاج القطريين إلى الأرض المقدسة سائلا المولى أن يتقبل من الحجيج حجهم ومن الجميع صالح أعمالهم